حدثنا سفيان قال يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا إذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصى الخذف وقرئ عليه إسناده يزيد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا هشيم أخبرنا ليث عن عبد الله بن شداد عن أم جندب الأزدية أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض قال يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار وعليكم بمثل حصى الخذف. حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أم عثمان ابنة سفيان وهي أم بني شيبة الأكبر قال محمد بن عبد الرحمن وقد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا شيبة ففتحا فلما دخل البيت ورجع وفرغ ورجع إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجب فأتاه فقال إني رأيت في البيت قرنا فغيبه. قال منصور حدثني عبد الله بن مسافع عن أم عثمان ابنة سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الحديث فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يلهي المصلين.